التيسير أمر مطلوب، التيسير في الحج أمر مطلوب لعموم الأدلة، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء في يوم النحر قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ولكن ليس معنى التيسير أن يفرط في الواجبات وارتكاب المحرمات ويتساهل. ضابط التيسير في الحج أمران: الأمر الأول ألا يلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله عز وجل به، بحيث يوجب شيئا لم يوجبه الشرع أو يمنع شيئا لم يمنعه الشرع. ومن ذلك أنه كلما سئل عن شيء، الحاج مثل حصل منه كذا وكذا، عليك دم، عليك فدية، وهذا من الخطأ. إذا كان معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه نقول هو معذور. ثانيا أيضا في المحرمات، لو ارتكب محظورا من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا أو مكرها، تجد أن بعضهم يقول عليك دم، وهذا أيضا خطأ. وجه الخطأ في الفتوى فيما يتعلق بالمحظور أن عليه دما، وجه الخطأ من وجهين: الوجه الأول أن فدية المحظور لا تتعين في الدم، بل هو مخير فيما يتعلق بفدية الأذى، بين كما قال الله عز وجل: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فكيف تلزمه بالدم مع أنه مخير؟ ثانيا: كيف تقدم ما أخر الله ولا تذكر ما قدم الله؟ الله تعالى يقول: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فأنت إذا قلت عليك دم، يعني يلزمه أن يذبح شاة مثلا بخمسمائة ريال، قد يكون قليل ذات اليد. الإطعام يستطيع أن يطعم بخمسين ريال أو أقل، ربما أيضا يكون ما يستطيع، يصوم ثلاثة أيام. والشرع حكيم، إن ربك حكيم عليم. وأيضا بعضهم لا يفرق حين يفتي بين ترك الواجب وبين فعل المحظور، يظن كل شيء دم دم، وهذا أيضا من الخطأ. فترك الواجب هو الذي يتعين فيه الدم، ترك الواجب هو الذي يتعين فيه الدم، لقول ابن عباس: من ترك نسكا فليرق دما. قال أهل العلم: وكل دم واجب، فهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، إلا في جزاء الصيد لوجوب المثل. كل دم، يعني كل ما قال فقهاء دم فعليه دم، فهذا الدم هو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، إلا في جزاء الصيد، إلا فيه جزاء الصيد فيتعين المثل. فمثلا لو أن شخصا قتل حمامة، الحمامة فيها شاة، لا نقول شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، لا، تتعين الشاة، لأن المراعى في جزاء الصيد هو المثل، هو المثل. إذن نقول هذا من التيسير في الحج. إذا التيسير في الحج أولا ألا تلزم عباد الله تعالى بما لم يلزمهم الله عز وجل به. ثانيا من التيسير في الحج إرشاد الناس إلى الجائز وإن كان مفضولا، إرشاد الناس إلى الجائز وإن كان مفضولا. فمثلا شخص أراد أن يحج مع عائلة، هو وعائلته، وأراد أن يذهب مثلا إلى مكة ليلة الثامن من ذي الحجة. من المعلوم أن الحرم المكي شرفه الله يكون مزدحما في تلك الليلة. لو ذهبوا يقضون أو يعتمرون، ربما لم يخرجوا من الحرم إلا الصباح، وهذا حاصل بسبب كثرة الزحام. قد يكون معه نساء كبار، معه أيضا صبيان، فيشق عليهم، فتجد أنه مثلا يدخل إلى الحرم مع أذان العشاء، قد لا يخرج إلا من الضحى، من الطواف والسعي ثم الذهاب إلى منى ونحو ذلك. إذا ذهب إلى منى يكون متعبا، بعد قليل نقول دخل الضحى، أحرم بالحج. لكن لو أمرناه بالقران، لو قلنا حج قارنا، ماذا يصنع؟ يأتي إلى مكة، يذهب إلى المخيم مباشرة، يذهب إلى منى ويجلس فيها ويرتاح. من الغد اليوم التاسع يذهب إلى عرفة، ثم مزدلفة، ثم منى، ويرمي الجمار يوم العيد، وينحر ويرمي الجمرات الثلاث. في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر يذهب إلى الحرم، إلى مكة، فيطوف بنية الإفاضة
ويسعى سعي الحج ويخرج، أيما أيسر؟ هذا أيسر، هذا أيسر للناس، والتيسير مطلوب، ولا سيما في زمننا الآن. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام في زمنه لما سألت عائشة قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، قال العلماء إنما قال جهاد إشارة إلى ما سيلاقيه الحاج من العناء والمشقة. فالحج كان جهادا فيما سبق في الوصول إلى مكة، يمكثون 6 أشهر أو 5 أشهر وهم يسيرون بالقوافل والبواخر حتى يصلوا إلى مكة. في زمننا الآن مع تيسر المواصلات أصبح الأمر يسيرا، لكن المشقة والجهاد تكون في أداء المناسك نظرا لكثرة الحجاج وازديادهم المضطرد عاما بعد عام ولله الحمد. ولكن هذا يعني يوجب لنا أن نيسر على عباد الله عز وجل. إذن من التيسير في الحج أن ترشد الناس إلى الجائز وإن كان مفضولا. كونك تقول اذهب واعتمر ثم بعد العمرة تحل من العمرة ثم تحرم بالحج، قد يكون معه نساء كبار في السن أو معه نساء أيضا على عربات يشق عليه أن يطوف بهن ويسعى بهن، فالتيسير في مثل هذا أن نقول له كن قارنا. نعم لو قدم مثل مكة في اليوم الرابع أو الخامس بحيث يتيسر له أن يعتمر ويحل من عمرته قلنا التمتع أفضل، بل الأيسر لك أن تتمتع، لأنك لو قرنت ستبقى على إحرامك من اليوم الرابع إلى متى؟ إلى يوم العيد.